طيب هذا الستوري خاص للفانزات، فاذا كنت مالك فانز عادي فيك تتخطى الستوري. اوكي، انتو بتعرفوا قديش بحبكم، وبتعرفوا انه انتو عيلتي التانية، وبتعرفوا انه ما في سر بخفي عنكم، وبتعرفوا كل شيء عن حياتي، وبتعرفوا قديش معزتكم بقلبي موجوده، وكل الشيء اللي عم بساويه بحياتي مشانكم. فانتو بتعرفوا مقدار معزتي هاي خلصنا منها، بس الشيء اللي عم بشوفه اللي عم بزعجني كثير وعم زعلني والعتب على قد المحبه، اللي هو انه في ناس بيكتبوا لي ستوري فجاه وبيكتبوا لي رساله انه خلاص نحن نترك ونروح لانه انت ما عم تعمل ما عم تشارك لنا. يا جماعه بس ركزوا معي، انا شاركت تصاميم كل الفانز ما شاء الله. نحن انا كشخص، مو لانه انا بس، الكل هذا شيء حقيقه والكل شايف انه عندي حسابات فانز كثير، وانا بفتخر بهذا الشيء والله يزيد ويبارك، وبالعكس انتم سبب قوتي ونجاحي. فهي الفكره، بس انا لما بشوف واحد بقول لي ليش ما عم تنشر تصاميمي، يا جماعه انا نشرت تصاميم الكل على الستوري، فراح يكون ستورياتي مملة للناس اللي ما يعني ما بحبوا التصاميم، فراح انضر انا، يرضيكم انضر؟